اليوم موضوعنا بإيت سمارت مع رندا فهد عن الفول والبازيلا. هلأ الموسم مظبوط. صباح الخير. صباح النور ستيفاني. هلا كل العالم بتيجي بتقول لك قديش بدي اكل، كيس او كيسين، هو دائما هيك السؤال بيكون، او كيلو او كيلوين. هلا رح نشوف كم كيلو بدنا ناكل. لونهم اخضر ومنحسهم انه خضار وفيهم مي، فيهم مي وحده تانية، ما فيهم كالوريز وفينا ناكل قد ما بدنا. 100%. ولكن ولا بكره قالت لي كنت عم بقول عن الموضوع، كاتي قالت لي كيلو كيلوين ثلاثه، قلت لها اكيد رح تقلنا انه ما فينا ناكل غير كبايه او كبايتين. يعني هلا بنشوف قديش ولمين مين في ياكل اكثر اما اقل. بس يلا اليوم من نهار الاثنين بدنا نقول لهم لكل المشاهدين ما ينسوا يكونوا عم يجاوبوا على سؤال البيري لايت، اللي هو اي في كالوريز اكثر، اللي هو الفول او البازيلا، او pardon اي في كالوريز اقل هالمره، الفول او البازيلا. اكيد جواب واحد هو المضبوط. عم تجاوبوا على الفيسبوك بيجز. اليوم ما بدك تعطي الكالوريز يعني. هلا بتشوف كيف رح اعطيهم. رح اعطيهم بس بطريقه معينه. اوكي. فعم تجاوبوا على الام تي فيسبوك بيج ام تي في الايف او دي سي دي سي رندا دنيا فهد او البيري لايت هيلث سنتر. ومن هون كمان بانه هلا في كثير مشاهدين قاعدين بالبيت وعم تسمعوا علينا. أكيد اليوم في كثير مضبوط عندهم فرصه. اللي بدي اقوله انه خبريتي اليوم لها علاقه بالبقوليات كمان. عم نحكي عن الفول بازيلا المطبوخين هون، عم نحكي على الحمص، عم نحكي على الفاصوليا، عم نحكي على العدس. وكثير اشخاص ستيفانيه هن وعم يعملوا ريجيم اول من الاحد الاشياء او اول اشياء يمكن اللي بيبتعدوا عنها بيوقفون بقوليات وخبز ورز مزبوط. فالدراسه هون تاخذت على البقوليات بحد ذاتها، وهول البقوليات قديش نحن بنعرف انه هن مهمين لانه بيحتوي على كثير الياف، قديش هن مهمين للكوليسترول، قديش هن مهمين كمان للاشخاص اللي عندهم مشاكل معينه بجسمه يكونوا، بنحكي قديش صحيه، وقديش مهمين للاشخاص اللي لازم ياكلوا بروتينات، خصوصا الاشخاص اللي ما بياكلوا لحومات. ولكن هذه الدراسه كانت عم تشوف هل اذا تناولنا نحن البقوليات ممكن انه نكون عم نخسر وزن، والجواب كان ايه فينا نخسر وزن، بس اكيد حسب كل واحد الكميه اللي بتناسبه. ايه هلا اللي انعمل بالدراسه، انعملت الدراسه على اشخاص كثير كثار، الدراسه انعملت على 6 اسابيع وكانوا هالاشخاص عم ينعطوا يوميا 3/4 كوب من البقوليات. هلا هون بس كيف مطبوخين كمان؟ مزبوط هن مطبوخين اكيد بدون اضافات لهم، ف 3/4 الكوب من البقوليات يمكن سالقين وحاطينهم بقلب السلطه، يمكن يكون مطبوخين مهوسين البصله حتى بدون زيوت وحاطينهم مع مثل ما انا بعمل. فاذا تبين هون بعد 6 اسابيع الافرج كان انه هالاشخاص قدروا ينقصوا تقريبا كيلو، فبدون ما يعملوا ريجيم شهر ونص، بشهر ونص هن عم ياكلوا مأكولاتهم العادية. طيب هالشيء ليش؟ ما في سحر هون. البوينت انه 3 اشياء، اولا الالياف اللي هي موجوده بهالبقوليات بتساعد اولا انه الشخص يكون عم يشبع. صح. الالياف بتساعد انه ما يكون الانسولين عم يجي بسرعه ويساعد على اخذ السكر اللي كان مضبوط ويشيله من قلب الدم حتى الشخص يجوع بعدين. الشغله الثالثه كمان ما بنهضمهم بسرعه كمان 100%، فهون بنحس شبعانين لفتره اطول. وكمان الجلايسيميك اندكس تبعولهم يعني قديش هن بيعلوا السكر بالدم هو واطي، فهيدا كله ساعد حتى الاشخاص ما تعود عم تاكل بكميه زياده، ما تعود منا شبعانه تكون عم تلقمش الى اخره بعدين، فهيدا كله بيساعد على المحافظه على الوزن. فانا كل الاشخاص اللي هن عم يخافوا من البقوليات بدي اقول لكم ما تخافوا، ولكن الكميه اللي بدنا ناخذها اكيد مثل حيلا شيء ثاني نحن عم نطبخه هو في وحدات حراريه، فاذا نحن قدرنا نعمل الافرج باكلنا انه نكون عم ناخذ اذا بس غدينا بقوليات. صح. هو عم ناخذ 2.5 فنجان لانه عم باخذ انا 3/4 تقريبا 2.5 فنجان مع صحن السلد، هيدا شيء على الغداء اكيد اكيد رح يضعفكم كثير لاشخاص اللي هن عم ياخذوا وحدات حراريه قليله. بس لما نعمل بقوليات رندا بنعملهم مع صوص يا بدنا ناكلهم مع خبز يا بدنا ناكلهم مع رز، هيدا الشيء بيزيد من الكالوريز. هلا شو شو الحل عندك؟ ساعتها هون بدل ما ناخذ عم بحكي اكيد على اقل وحدات حراريه ممكن نحن ناخذها، طبعا في اشخاص رح ياخذوا وحدات حراريه كثير اكثر بكونوا عم يضعفوا، ولكن هون عم نحكي زحنا شوي الوحدات الحراريه على جنب وقديش الكميه اللي بدنا ناخذها. ايه فينا نحط رز تقريبا، ليش ما بنحط 3/4 الكبايه مثل ما رح نعمل بالبقوليات و 3/4 الكبايه من البقوليات ونكون عم ناكلهم بالغداء مع صحن سلطه كبير، كمان هيدا اكيد في
يساعد ليكون عم يساعدنا نضعف، وخصوصا اذا الرز كان حبته كامله مع القشره عم تتاكل. فخلينا نجرب هالرجيم، كل مره عم تجربوا رجيمات جديده من هالدنيا ومن هذيك الدنيا، الاشياء اللي هي بنشيل منها مواد غذائيه كثير مهمه، بنشيل منها، بناكل كل نهار نفس الاكل، يمكن بس تمر، يمكن بس لبن، يمكن بس هيك. خلينا نجرب انواع من الرجيم الجديده اللي هي رجيمات صحيه، وانا بضمن لكم انه رح تكونوا عم تخسروا بالوزن. Very good. خلينا نرجع لموضوعنا عن الفول والبازيلا. اول شغله بدي اقولها انه البازيلا رح اخذ كل وحده لحالها حتى يكون عم يطلع لهم حقهم. فرح احكي عن البازيلا. اخذنا اول شيء نص كوب بازيلا. نص كوب بازيلا يعني انت وقتها عم تفقي يعني اخذي خمس قرون من البازيلا او خمسه سته ليطلعوا نص كوب. مظبوط، خمسه سته رندا هيدي الكمشه. بس هالكمشه رح احكي عن شو فيها. هيدي فيها 62 وحده حراريه. اوكي، هلا بنفس الوقت فير انف، بنفس الوقت بتحتوي على 4 جرامات من الالياف اللي هي كمية كتير عالية. بنفس الوقت بتحتوي على البروتينات، كمان 4 جرام من البروتينات، كمان كمية عالية. وبنفس الوقت تحتوي على 11 جرام من النشويات. طبعاً نحن بنعرف إنه البازيلا بتحتوي نشويات. هلأ فإذاً هيدول معدلات لبأس بها، حتى بالنشويات لبأس بها. يعني 11 جرام هون قريبة من النشا اللي بنشوفه بقبعة خبز صغيرة اللي بيوصل لل 15 جرام. فإذا هالقد هي فيها نشا. طيب رح احكي على اهم موضوع هون بالبازيلا، هو موضوع البروتينات الموجود فيها. تبين باخر كمان ابحاث انه البازيلا بتحتوي على بروتينات الكامله، مثل ما بنحكي عن الصويا، مثل ما بنحكي صرنا عن الكينوا، مثل ما بنحكي عن الادامامي. فاذا بروتيناتها هي بروتينات كامله، وخصوصا هون بحكي على البروتينات كامله، يعني بحكي على الارجينين اللي هو نوع من الامينو اسيد اللي هو بيساعد حتى يربي العضل. فاذا هون عم ننصح فيها كثير. حسنات طبعا، بس ليش منخاف انه فيه سكر؟ هلا بحكي عن السكر. بس بالنسبه للبروتينات اللي بدي اقوله انه الاثليت صار عم ننصحهم انه عم ياكلوا بازيلا، وبنفس الوقت اذا حتى هن منتبهين الرياضيين بلاحظوا انه صار في البروتين بارز داخل لهم بازيلا، وصار في حتى الباودر اللي هو كمان كرمال الاشخاص اللي هن مزبوط بدهم يربوا عضل وما بدهم يهن اي نوع من النوع الحيواني، خصوصا الواي اللي هو بيجي من الحليب. صح. ساعتها عم ينطحن البازيلا مزبوط، عم تتاخد كباودر. فهذه خبريه جديده حبيت تكون انا عم هيك عم بلفت النظر لها باحتوائه للبروتين. هلا هيدا شيء كثير كثير بوزيتيف. لارجع لموضوع السكر، طبعا مثل ما بيهمك بهم كل المشاهدين هون، فاذا هي اللي نحن بنقوله بتحتوي على 11 جرام من النشويات كل نص كبايه، وهيدي كميه منا قليله بالنشويات ابدا. مزبوط. هلا إذا كانت حلوة أو منا حلوة البازيلا، بحالتين هي بتحتوي النشويات ال 11 جرام، لكن بكل الأحوال مش بس إذا طعمتها حلوة. مزبوط. يعني بتحتوي يعني بتحتوي أكثر. لا، فهذه شغلة الحالتين فيها النشويات. هلا هون لنحكي على لمريض السكري. هلا مريض السكري أنا بنصحه يتناول البازيلا. البازيلا بالعكس كنا عم نحكي إنه جلايسيميك إندكس تبعه لواطي، كنا عم نحكي قديش فيها بروتينات مهمة، وكنا عم نحكي قديش فيها ألياف اللي هن هاو كلهم بيساعدوا مريض السكري من ميلة إنه يشبع، ومن ميلة إنه ما يتدفق مثل ما قلنا الإنسولين بسرعة وياخذ كل السكر من جسمه. فهيدي شغلة هي بوزيتيف، ولكن مريض السكري كلنا بنعرف إنه هو لازم يعد كمية النشويات اللي هو بده ياكلها. فهون وقت عم ياخذ فنجان البازيلا كامل بده ينتبه إنه بده ياخده بدل أبعة من أبعات الخبز، بدل بده ياخده بدل نصف فنجان. كم حصة الفنجان من البازيلا؟ من كم النشويات؟ تقريبا حصة ونص من النشويات. حصة ونص. ايه. يعني منا شيء كتير كتير قليل. فإذا ايه. أنا في أخذ بازيلا وكتير كتير منيحة، ولكن بدي أخذها بدل محل تاني. رح كون براتيك معكم مثل ما دايما أنا بكون. عشية مثلا في مريض السكر يكون هو بلف أبعتين خبز مع الأشياء اللي بقلبها، بهالحالة في لف أبعة من الخبز وقرر إنه بدل الأبعة التاني يكون عم يفقي مقدار فنجان البازيلا اللي هو تقريبا بيطلعوا شي 12 حبه. هون صارت كمشتين مسكينهم بايدنا، ساعتها يكون واحد عم يتسلى فيهم. فاذا من غلط صحيه كثير بجننوا لمريض السكري، ولكن بده يحسب لهم حسابهم. اكيد يعني مريض السكري ولا لا رندا، ما فينا ناكل بالكيلو. مزبوط. يعني اذا واحد
مش مريض سكري عادي نيجاتيف قد ايه في ياخذ؟ يعني انت عم تعطينا المقادير بس انه اذا اكل كيلو شو بيصير بجسمه؟ عندي شغلتين، في ناس بياكلوا الكيلو واكيد هيدا الكيلو اذا بدنا نحكي على اذا بنصحهم ما رح يكون بنصحهم، وهل هي البازيلا صحيه؟ كثير صحيه، عم ياخذ كيلو من الاشياء الصحيه، ما عندي مشكله صحتين. أوكي. هلا من ناحيه ثانيه في اشخاص النشويات اللي هي موجوده بالبازيلا، ونفس الشيء اذا بدي احكي عن الفول بعد شوي، هي كميه نشويات عاليه، وفي اشخاص هول النشويات معقول يضايقون يعملوا نفخه، معقول يضايقون يوجعوا بوجع البطن او وجع المعده، وهون كمان وقت يكون في هيك وجع رح يكونوا عم يتضايقوا، فكمان هون بدنا نقول لهم ما ياكلوا كثير. شغله واحده بعد بدي اقولها، انه في عندنا شيء قلب البازيلا هو كوليسترول، اللي هي كميته من اذا اخذنا 2 ملغ بتحارب سرطان المعده، وبكوب من البازيلا في 10 ملغ من الكوليسترول اللي هي عن جد عم تحارب سرطانات المعده. فهي كمان من حسناتها. غير مره بنحكي عن الفول اكيد. مشاهدينا رح ناخذ سوا بريك وبعدين بدنا نروح مشوار على صيدا.